فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يقول إنه بالإمكان أن يطلب الرجل العلم الشرعي من خلال قراءة الكتب المشروحة، ولا يلزم أن يحضر إلى المشايخ وأخذ العلم عنهم مباشرة، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ضلال والعياذ بالله. لا يجوز أخذ العلم من الكتب، لابد من الجلوس على أهل العلم وقراءة الكتب عليهم وهم يشرحونها، هذا تلقي العلم. نعم.